عاوزني اعمل ايه؟ اقول لك مبروك ولا اعمل ايه؟ اقول اللي حصل يا الحاج. جاي تقول لي انك هتتجوز على بنتي، انت عايز ايه؟ عايز اقول لك اني مش بايعها، اني محاسن في نني عيني من جوه، واني بحبها والله العظيم بحبها يا حاج. بس انا بس ما حدش يقدر يلومك، اعمل يا ابني اللي انت شايفه في صالحك. طب ومحاسن يا ابو الحاج؟ مالها محاسن؟ هي هتفضل قاعده مستنياك. بس انا ما ظلمتهاش يا ابو الحاج. واني ما قلتلكش ان انا ظلمتها. بعد اذنك يا ابو الحاج.